الوطني الأربعين المجيد. مسيرة الولاء والعرفان لأبناء ولاية وادي بني خالد، مسيرة اكتست حللا زاهية مشاركة منهم في العيد الوطني الأربعين المجيد، مبتهجين بهذه المناسبة التي حملت أبعادا وطنية راسخة في نفوس أبناء هذا الوطن. سعيد جدا بمشاركة أبناء هذه الولاية، مسيرتهم الكبيرة المعبرة عن حب ووفاء وعرفان لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه. المسيرة بدأت من أمام المحكمة الابتدائية بولاية وادي بني خالد بمشاركة عدد من المسؤولين والشيوخ والأعيان والمواطنين الذين أتوا مشاركين من مختلف مدن وقرى الولاية مجسدين أروع صور الترابط الوطني، حيث حملوا أعلام السلطنة وصور جلالة السلطان عالية خفاقة متوشحين بوشاح المجد والفخار، مرددين هتافات الشكر والولاء والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. المسيرة انتهت عند مكتب والي ولاية وادي بني خالد، حيث عبر هنالك الجميع عن مشاعرهم المختزنة في نفوسهم، فأوديت الفنون العمانية المغنى التي تناغمت كلماتها مع القصائد الشعرية التي ألقيت بهذه المناسبة. لنا الكون غنى ومنا دنا وأنشد فينا وأطربنا، ورفرف الطير السماء فوقنا لمقدم عيد لسلطاننا، مفدى البلاد وقائدنا فدتك النفوس وأرواحنا، قابوس أتينا نهنئكم هنيئا هنيئا لكم ولنا، وعيدكم هذا يذكرنا بفضل عظيم تغمدنا. عبر من خلاله أبناء ولاية وادي بني خالد بالمنطقة الشرقية عن حبهم وولائهم وعرفانهم لقائد المسيرة المظفرة حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد بهذه المسيرة الوطنية. سعيد بن سيف الحبسي، تلفزيون سلطنة عمان، ولاية وادي بني خالد.